عاصم الشندويلي. عاصم مساء الخير، قول لنا الأجواء اللي عندك. يلا يا جماعة، مساء الخير استاذ احمد، تحياتي لحضرتك ومليار مبروك لجماهير الكره المصريه والعربيه والعالم اجمع، الحقيقه مشجعي النادي الاهلي حول العالم. يمكن كنت سامع حضرتك يا استاذ احمد من شويه بتقول الفرحه في زمايلي في الاستوديو وهم يعني مع كره أفشة الجميله اللي اسعدت كل الجماهير كمان هنا من على سفح الاهرامات تحديدا من نادي حدائق الاهرام. يمكن الاجداد شاركوا الاحفاد الفرحه الجميله اللي سطرها النهارده النادي الاهلي. الشوط الاول ما كانش قد كده، ولكن الشوط الثاني اسعدنا، ويمكن جون أفشة خلاص خلص المباراه، وان شاء الله زي ما حضرتك قلت يا احمد الافضل والاجمل واللي احنا يعني بنستعد له من دلوقتي هي مباراه ريال مدريد. فعشان كده النهارده الجماهير اللي حضروا واستمتعوا بالمباراه وتحديدا في اخر المباراه وفرحوا الحمد لله رب العالمين بالفوز النهارده. استاذ محمد نافع برحب بيك باشمهندس، مليون مبروك. ويمكن الجميل استاذ احمد النهارده الزملكاويه والاهلاويه وكل مشجعي روح رياضيه جميله جدا، شاركوا النادي الاهلي في الفرحه. هو ده حضرتك مشجع زملكاوي، شعورك النهارده بتشوف المباراه وفرحتك بالنادي الاهلي؟ بقول الف مبروك للشعب المصري والشعب العربي، لان النهارده النادي الاهلي بيمثل الشعب المصري والشعب العربي. مبروك، اي حاجه تفرح المصريين لازم كلنا نفرح بيها. انا كزملكاوي بقول الف مليون مبروك للنادي الاهلي، كنت قاعد بشجع النادي الاهلي على فكره، وده مش غريب علينا كمصريين، لان احنا كلنا بني ادم واحد في الاخر، كلنا تحت اسم مصر. توقعاتك ايه المباراه الجايه ان شاء الله مع ريال مدريد؟ اتمنى ان شاء الله الاهلي يعلي من التاريخ، تاريخ مصر مش تاريخ النادي الاهلي بس، لان ده تاريخ مصر. اتمنى انه يكسب المباراه اللي جايه ان شاء الله ويلعب على النهائي ونفوز بالنهائي ان شاء الله. زحمت عشان تكون عارف، زملكاوي اهلاوي زملكاوي واحده وطنيه النهارده. استاذ مجدي قول لي شعور حضرتك بالفوز النهارده وان شاء الله توقعاتك برضه ريال مدريد باذن الله. طبعا الف مبروك للنادي الاهلي والف مبروك لمصر كلها. طبعا الفوز جه متاخر شويه بس الحمد لله، يعني انه جه والماتش كان مقفول الحمد لله. ببارك طبعا لمصر كلها على المباراه ان شاء الله، وربنا يسهل باذن الماتش اللي جاي باذن الله، نعمل ماتش كويس يليق باسم النادي الاهلي ويليق باسم مصر ان شاء الله باذن الله. اتمنى طبعا الفوز، بس هيبقى الماتش هيبقى صعب ان شاء الله، يبقى نعمل ماتش كويس يليق باسم النادي الاهلي ان شاء الله. استاذ احمد حمدي، حضرتك زملكاوي كنت بتشجع معايا الاهلي وانا شايف الفرحه على عينيك، ايه الروح الرياضيه الجميله دي؟ الحمد لله احنا كلنا مصر، احنا كنا بنشجع النادي الاهلي والحمد لله الاهلي عمل مباراه كويسه، بس برضه مش زي اداء الماتش اللي فات، ونتمنى ان شاء الله يعمل مباراه كويسه قدام ريال مدريد، وليه لا يعني ممكن يعملها ان شاء الله ويفرحنا ويوصل للنهائي باذن الله. كل شيء ممكن يعني ان شاء الله، ونفرح كلنا كمصريين ان شاء الله. استاذ علي، راي حضرتك ايه في المباراه وانهي شوط عجب حضرتك؟ وقفشه بقى لما خلص المباراه قول لي بقى الفرحه الجميله دي. القضيه طبعا بتاعت قفشه الشوط الثاني طبعا كان احلى بكتير من الشوط الاول. اي نعم كان في بعض التغييرات من مارسيل كولر، بس هو احنا بنريح عشان ماتش ريال مدريد، اكيد ماتش صعب جدا. الاهلي بيصنع التاريخ يا استاذ عاصم، الاهلي للثالث سنه على التوالي في نص نهائي كاس عالم للانديه، وليه لا، ليه زي 2001 كسبنا ريال مدريد 1-0، ليه لا ممكن نكسبهم يوم الاربعاء ان شاء الله ونلعب على ميداليه ذهبيه او فضيه ان شاء الله. مبروك للاهلي ومبروك لمصر. استاذ وليد كنت شايفك مركز جدا في المباراه، رايك في تقييمك للمباراه وان شاء الله الماتش اللي جاي ممكن باذن الرحمن الاهلي يفرحنا باذنك يا رب؟ ان شاء الله نتعشم خير من النادي الاهلي يفرحنا الماتش اللي جاي، ونحلم كمان الاهلي يفرحنا في النهائي. النادي الاهلي دايما هو حاله مصريه خالصه بنكهه مصريه صافيه. النادي الاهلي هو خير سفير للرياضه المصريه بعد منتخباتنا الوطنيه. دايما بيشرفنا بمجلس ادارته بجماهيره بادائه بفوزه، دايما مفرح المصريين، مفرح العرب، مفرح الافارقه، مفرح اشقائنا في كل مكان. هو ده النادي الاهلي. استاذ رشاد حضرتك من كبار مشجعي الزمالك، قول لي بقى شعورك وانت بتشجع الاهلي النهارده والفرحه اللي هي ارتسمت كلنا والله على المصريين كلهم. لا والف الف مبروك للاهلي والمصر كلها، وده بيثبت ان الزملكاويه كلهم وطنيين وطنيين، بيحبوا الفرق المصريه كلها وبنشجعهم، واحنا شجعنا المصري الاهلي في المصري الماتش اللي فات والماتش ده. الف الف مبروك وان شاء الله الجاي احسن باذن الله. استاذ محمد ان شاء الله توقعاتك ايه باذن الرحمن لريال مدريد؟ ان شاء الله ان شاء الله باذن الله كده ربنا يكرمنا ونكسب 1-0 ريال مدريد. الماتش اللي فات كان يوم الاربعاء، ان شاء الله الاربعاء اللي جاي يبقى فتحه خير علينا ونكسب ان شاء الله باذن الله ونوصل للنهائي.
الاهلي دايما كده بيجيب مفاجآت جامده جدا، وان شاء الله ان شاء الله باذن الله ربنا يوفقنا ونوصل للنهائي باذن الله. شكرا عاصم الشندوري، وتحياتي لكل الجماهير الموجوده معاك، اهلي زمالك، هي دي الروح الرياضيه، ده اللي احنا بنتكلم عليه دايما، الروح الرياضيه بين كل الجماهير. الى